المعيشة في البلاد هذه تعيبة شوية نظرا لظروف المنطقة، قلة الأمطار، الأمطار ما تجي إلا في بعض المواسم، الناس معتمدين على الزراعة، المرعى عيب الجبال، وأغلب الأسر معتمدة على الثروة الحيوانية، ما بش دخل أو مصدر العيش إلا منها. قالوا للمرأة احنا ما دارنا على ما بيقول، يقولوا للمرأة احنا ما احنا شي دارين ليل، أبحن وذبحن لا بعيد لا بلقها لا نقول هنا ونبع، إذا أنت محتاج صرت بعد لك رأس غنم تقول ماذا. طبعا لو تكلمنا عن المرض هذا، المرض يسمى المرض يصيب الأغنام والماعز، مرض فيروسي شديد العدوى، لو حصل وحدثت الإصابة فيها في مديرية المحافظة بتحصل جائحة وبائية كبيرة، لو حصل بيحصل فوق ما يقدر في حوالي 90%. الحمد لله نسبيا المحافظة عدد غطى بالكامل. الحيوانات المستهدفة حدود 1,000,000 رأس من الأغنام والماعز. احنا اليوم في اليوم العاشر على التوالي غطينا ما يقارب 140,000 رأس من الأغنام والماعز. إن شاء الله نهاية الفترة تكون فيها هناك نسبة عالية من التحصينات، طبعا ممولة من قبل الصليب الأحمر الدولي.